مشاهدينا، ننتقل بكم مباشرة لمتابعة المؤتمر الصحفي الذي يعقده مجلس الوزراء للحديث عن آخر المستجدات الحكومية حول مكافحة فيروس كورونا المستجد. إلى هناك. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب فيكم اليوم في المؤتمر الصحفي الخميس تاريخ 19/3/2020. للتو انتهينا من انعقاد جلسة مجلس الوزراء والذي يعقد بشكل دائم ومستمر ومتواصل، واليوم ودي أقرأ عليكم بعض القرارات وبيان مجلس الوزراء، وكذلك أرحب بمشاركة معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور سعود الحربي. راح ناخذ بعض الأسئلة بعد ما أقرأ لكم القرارات. جدد مجلس الوزراء دعوته للمواطنين والمقيمين بالالتزام بتعليمات وتوجيهات السلطات الصحية، وخاصة بالبعد عن التجمعات لتجنب أسباب العدوى وانتشار الوباء، وتكريس النهج الحضاري والوعي والمسؤولية في العمل الجماعي لحماية المجتمع من هذا الوباء. وفي هذا الصدد، شدد مجلس الوزراء على ضرورة مباشرة وزارة الصحة ووزارة الداخلية والجهات المعنية الإجراءات القانونية الكفيلة بتفعيل العقوبات التي تضمنتها أحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته، الذي يجرم الممارسات غير المسؤولة وغير المنضبطة وإجراءات الحجر الصحي لما يترتب على مخالفتها من نتائج وآثار سلبية تهدد الأمن الصحي العام في البلاد. تكليف وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع كل من الهيئة العامة للصناعة، شركة الخطوط الجوية الكويتية والجهات المعنية الأخرى لتوفير رحلات شحن لاستيراد المواد الغذائية والأساسية التي تتطلب النقل الجوي وغيرها. تكليف وزارة الدفاع بالتنسيق مع وزارة الصحة لتجهيز أرض المعارض كمستشفى ميداني بالسرعة الممكنة. تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء المتخذ باجتماعه الاستثنائي المنعقد بتاريخ 26/2/2020 بشأن تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية ومراكز وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك على أن يتم البدء في استئناف الدراسة في كافة مراحل التعليم العام والعالي الحكومي والخاص في يوم الثلاثاء الموافق 4/8/2020. أكرر، في يوم الثلاثاء الموافق 4/8/2020. وتكليف وزير التربية ووزير التعليم العالي والجهات الأخرى المعنية بإعداد القرارات التنظيمية والتفصيلية اللازمة لتنفيذ هذا القرار. هذه القرارات التي تم اتخاذها اليوم في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد، وإحنا الحين جاهزين معاي معالي وزير التربية والتعليم العالي، إذا حابين تسألون أي سؤال فليتفضل الحضور. محمد العجمي، جريدة الشاهد. بالنسبة للقرار اللي هو الدراسة راح تكون 4/8/2020، هل هناك إجراءات متخذة في موضوع المناهج وكيفية يعني بالنسبة للصف الثاني عشر حول هذا الموضوع؟ شكرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية نسأل الله السلام للجميع، وهذا يمكن الوباء الذي يهدد العالم، ولكن بمشيئة الله وقدرته وتكاتف الكويت شعبا وحكومة لا شك أننا راح نستطيع أن نواجه هذه المشكلة. طبعا قضية
تعطيل الدراسة أو استئناف الأربعة ثمانية كلها مبرر منطقي بالدرجة الأولى. الآن حسب يعني حسب التقارير الطبية وحسب ما تفضل في وزير الصحة أن من هنا إلى 8 أو 10 أسابيع لن تكون هناك الظروف الصحية هذه ملائمة، لذلك تم تحديد الأربع الأشهر هذه وفق منطقي، مع أن أقول وأكرر أن دائما أن هذا كل الخيارات مفتوحة. طبعا قضية الصف الثاني عشر هي التي تؤرقنا بشكل كبير، ولا أخفي هذا الهاجس، بل كان من الأشياء اللي أخذت وقت حتى دراستها. لذلك يوم 4/8 بمشيئة الله سيكون الدوام للمرحلة الثانوية فقط، الهيئة الإدارية والتعليمية حتى يتم تجهيز المدارس والتأكد من سلامتها. في وراح يكون يوم الأحد 8/8 بدء الدوام بالنسبة لطلبة الصف الثاني عشر فقط. فخلال هالفترة هذه سيتم تدريسهم ما تبقى من هذا الفصل الدراسي الثاني، حددناها بمدة ما بين 5 إلى 6 أسابيع مناهج معدلة مكيفة حسب هذه الفترة وفق تقاويم معينة. وهذا اللي خلانا أصلا نحرص على الثاني عشر على اعتبار عددهم 38,000 طالب أو طالب وطالبة، أيضا أن نستطيع أن نستوعبهم. راح تكون إن شاء الله فيما بعدها إذا أنهينا إن شاء الله راح يكون 29/9 هو بدء العاملين في المراحل الأخرى حتى نعطي فرصة أكبر لهذه، ويكون دوام طلبة المراحل من الصف الأول للصف الحادي عشر راح يكون بمشيئة الله يوم 4 أكتوبر هو اليوم الملائم لهم في هذا الجانب. شكرا. جمال تفضل. جمال بهبهاني وكالة الأنباء الكويتية كونة. من صدور قرار مجلس الوزراء بتعطيل الدراسة لم يتم السماح لأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية من الأخوة المقيمين في وزارة التربية من السفر إلى بلدانهم، والآن قبل قليل أعلنت عن تعطيل الدراسة لمدة 4 أشهر، فهل سيتم بعد صدور هذا القرار بالسماح لهم بالسفر إلى بلدانهم، خصوصاً القوانين والإجراءات في وزارة التربية لازم المدرس أو عضو الهيئة الإدارية من الأخوة الوافدين تسمح له الوزارة بالمغادرة؟ طبعا لما صدر قرار المنع كان هناك سببين أساسيين. السبب الأول أن الحفاظ على صحتهم بالدرجة الأولى، من خصوصا إجراءات السفر قد يكون يتعرضون لبعض الأمراض، هذه النقطة. النقطة الثانية أن لم تحدد فترة الانقطاع، كنا حصرنا في 2 أسبوع ثم 2 أسبوع، الآن الرؤية تضحت أكثر، فأربع شهور كافية. إذن سيسمح لي زملائنا وأخواننا وأخواتنا العاملين في القطاع التعليمي والإداري بالسفر خلال هذه الفترة، وأيضا هذه فرصة يمكن لهم أن هناك 3 مناسبات دينية لعل يكون يشاركون أسرهم رمضان الكريم وعيد الفطر وعيد الأضحى، هل كانوا يتمتعون في إجازة، فراح يسمح لهم إن شاء الله ب يعني مع ضمان الرواتب مع ضمان حقوقهم كاملة، وأعتقد أن هذا جزء من رسالتنا في هذا الجانب إن شاء الله. رشيد. رشيد الفعم من جريدة الأنباء. هناك كثير من الدول كبريطانيا على سبيل المثال علقت الدراسة كليا، لماذا لم يتخذ مثل هذا القرار؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ماذا عن المدارس الخاصة، خصوصا أن هناك بيان من قبل يعني مجموعة من المدارس الخاصة تطالب بعودة الدراسة؟ بالنسبة لإلقاء الدراسة يعني لم توجد دولة حسب علمي الآن ألغت الدراسة، هي القضية قضية عملية تأجيل من فترة إلى أخرى، لأن إلقاء الدراسة أن إذا معناته أن انهيت العام الدراسي، وهذا له تراتبات كثيرة فيها أيضا قياب للعدالة وتكافؤ الفرص الاجتماعية. فنحن أجلنا الدراسة، يعني حتى بريطانيا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية الآن في إشكالية في قضية التعليم لانتشار الوباء بشكل كبير ومتسارع. طبعا قضية المدارس الخاصة هذا قرار سيادي وقرار مجلس الوزراء، ونوقش بتأني وخلال الفترة الماضية وحسبناها اليوم إذا ينطبق على الجميع وبدون استثناء، وهذا شيء حق من حق الدولة حق مجلس الوزراء أن يقرر متى الدوام ومتى الانقطاع حفاظا على الصحة العامة. نحن لا نغامر كما أكرر، لا نغامر بصحة أبنائنا، لا نغامر بصحة مجتمعنا، وهذه الأولية. كل هذه الإجراءات الاحترازية تتخذها الحكومة من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وحتى لا يكون هناك نوع من أي إصابة لا سمح الله أو قدر الله، إحنا كنا منعنا يمكن هذه الإصابة بشكل كبير، والتوفيق أولاً وأخيراً عند رب العالمين بهذا. فايز.
بسم الله الرحمن الرحيم. فايز البطي من تلفزيون المجلس، رحب فيك معالي وزير التربية والتعليم ناطق الرسمي. حقيقة مرة أخرى إشادة بالجهود الحكومية المبذولة، رأينا في بعض الدول الأوروبية هنالك حالة من الهلع وعدم وجود أيضا مخزون استراتيجي غذائي وأيضا طبي. كل الشكر والتقدير للحكومة الكويتية والثناء أتى أيضا من جميع دول العالم. السؤال الحقيقة لمعالي وزير التربية، بالنسبة للعام الدراسي، هل سيمتد العطلة، راح يكون استكمالا للعام الحالي أم سيكون عام دراسي جديد للمراحل التي عطلت؟ بالنسبة للناطق الرسمي السيد طارق المزرم بفواز، ماذا عن باقي الوزارات؟ هل سيعود العمل فيها قريبا؟ وأشكركم مرة أخرى، وأيضا يعني أثني ونثني جميعا وأهل الكويت يثنون على الحكومة الكويتية وجهودها الجبارة من أجل مكافحة هذا الوباء. شكرا. طبعا شكرا على السؤال المهم يعني بشكل كبير. طبعا احنا في ظروف استثنائية، ودائما يجب أن تكون رؤيتنا وقراراتنا أيضا استثنائية. احنا لدينا الآن 6 أسابيع متبقية من الفصل الدراسي الثاني حتى نكمل العام الدراسي 19-20، وأمامنا عام جديد اللي هو 20-21. فإذا أعدنا برمجة الخطة الدراسية، بمعنى راح تكون الفترة من 4-8 تقريبا إلى منتصف 9، هذا خاص الثاني عشر وينتهي، ومن 4 أكتوبر بمشيئة الله نستكمل ما الصف من أول إلى صف 11، وفي شهر ديسمبر إذا الله أحيانا وياكم راح نبدأ عام دراسي جديد. إذا نحن يكون عندنا 3 مراحل، المرحلة الأولى انتهاء العام الدراسي الحالي وضمننا حقوق الطلبة في الدرجات وتكافؤ الفرص والنجاح، وأيضا حافظنا على العام الدراسي القادم، وراح تكون إن شاء الله يوم الأثنين القادم راح نقدم خطة دراسية مرسومة بالتواريخ وبالجداول، هي موجودة لدينا ولكن نحتاج إلى بس إعادة ترتيبها بشكل كبير. إذا هذا الهدف الأكبر، وأنا أكرر أنه حسب الظروف والمعطيات الصحية والظروف الاجتماعية متى ما سمحت لنا انطلقنا. صارت إشكالية لا سمح الله ولو قدر الله أيضا حتى نصل إلى قرار حسب الفترة الزمنية، لأن أي قرار مرتبط بسياقه الاجتماعي والنفسي والسياسي بشكل كبير، وهذا سبب اتخاذنا هذا الإجراء. فايز، بالنسبة للإجراءات الخاصة في شأن تعطيل العمل في المؤسسات الحكومية، إحنا مثل ما تفضلت كان لمدة 2 أسبوع، وإحنا منتظرين التقرير من السلطات الصحية، وسوف يتم طرحه على مجلس الوزراء الموقر، وفي حال اقتراح السلطات الصحية سوف يترك لها الموضوع للنقاش في المرحلة القادمة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الهديبان من جريدة صباح. بداية نشكر المولى عز وجل على هذا الإطار الحكومي الذي بلا شك نراه من توجيهات حضرة صاحب السمو الذي وضع المجتمع جميعا، كلمته السامية الإنسان أغلى ما نملك. واليوم الكويت بلا شك أنها منظمة الصحة العالمية ميزتها هي الأولى من حيث الوقاية. بالنسبة للسؤال الحكومي، مع وصول 400,000 جهاز لكشف الكورونا السريع، هل ذلك يمهد إلى عودة الطيران بشكل جزئي أو بشكل كامل؟ وشكرا. يعني ودي أكد لك أخوي أحمد، يعني أكد اليوم مجلس الوزراء بهذا الصدد على أهمية دعوة جميع المواطنين المتواجدين خارج البلاد على التواصل مع البعثات الدبلوماسية والمكاتب الملحقة في الدول التي يقومون فيها من أجل تسجيل كافة البيانات المطلوبة لاستكمال الترتيبات اللازمة لإعداد برنامج إعادتهم للبلاد، ومؤكداً مجلس الوزراء على ضرورة التعاون والاستجابة الكاملة للتعليمات التي تصدرها السلطات الصحية في تلك الدول للحفاظ على سلامتهم وتجنب الإصابة بالوباء. فنحن هنا نؤكد مرة أخرى على التواصل مع السفارات الكويتية خارج البلاد في الدولة اللي هم موجودين فيها، مع العلم أن هناك تقريبا اجتماع شبه يومي ما بين معالي وزير الخارجية ومعالي وزير الصحة ومعالي وزير التربية كذلك، وأعتقد بالأمس كان هناك اجتماع وهناك نقاش مستمر
الأهمية هني وين؟ الأهمية أن إحنا نحافظ على صحة مواطنينا في الخارج، لأن في بعض الدول هناك السلطات الصحية تلزم الجلوس وتلزم عدم إذا قد يتعرض في خروجه من موقعه إلى التعرض إلى الإصابة. فلذلك في البداية الآن إحنا ندعو جميع أخواننا وأهلنا في الخارج تسجيل بياناتهم والتواصل مع السلطات الكويتية سواء السفارات أو الملحقيات أو القنصليات. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد المحسن الجسار من قناة العدالة الكويتية. طبعا ما أقدر أثني عليكم أكثر من إخواني الصحفيين والإعلاميين كيف وفوا في مدح الحكومة. السؤال كالتالي، طبعا احنا تكلمنا عن الطلبة في المدارس ولكن ما تكلمنا عن الطلبة في الخارج. متى سيتم إجلاء الكويتيين الطلبة من الدول، خصوصا بعد تصريح معالي وزير الخارجية بأن عدد الكويتيين في الخارج نحو 60,000، وما هي آلية التعامل، وهل سيخضعون للحجر الصحي المؤسسي وخصوصا القادمين من مصر والمملكة المتحدة؟ شكرا. طبعا نؤكد دائما أبناءنا في الخارج في قلوبنا حتى وان كنا بالداخل، وهذه مسألة يعني واضح للجميع. وأنا دائما أذكر أن الكويت لنا 30 سنة نبحث عن رفات شهدائنا، فما بالك أبنائنا الذين على قيد الحياة. هذه مسألة لا يعني من أهم أولوياتنا. طبعا احنا متواصلين مع طلبتنا عن طريق الملاحق الثقافية وعن طريق أيضا الخطوط الساخنة، والهدف منهم حصرهم يعني أين أماكن تواجدهم. بالأمس كان ليس سرا، يعني كان هناك اجتماع مع وزير الصحة وزير الخارجية، وظهر أيضا اليوم وزير الخارجية وأعلن أن هناك خطة. احنا بانتظار طلب مجلس الوزراء الموقر من اللجنة المستقرة، وأنا وياهم نضع خطة خلال هاليومين أن كيف نبدأ بعملية الإجلاء. الأعداد كبيرة، شيء طبيعي أن تكون هناك أولويات وتكون هناك طبعا إجراءات. من يحدد الحج أو الحجر هذه؟ طبعا أكيد أن وزارة الصحة ما تستطيع أن نحدد، ممكن يكون أحد سليم وأتمنى جميعهم يكون سالمين بمشيئة الله، لكن إذا أحد يعاني من بعض الإشكاليات الصحية ممكن يكون عليه حجر، وهذا أترك للسلطات الصحية لتقدرها يعني في الدرجة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم غانم سليمان من جريدة الرأي. سؤالي لمعالي وزير التربية الدكتور سعود الحربي فيما يتعلق بالمدارس الأجنبية والتي مرتبطة في أنظمة بلدانهم، كيف سيتم التعامل معهم؟ وفي خطة الابتعاث التي ستطرح في الصيف، هل سيتم ترحيلها؟ وسؤالي حق أبو فواز فيما يتعلق في الحسابات الوهمية التي لعبت دور سيء في الأزمة، والأسوأ أن هناك أسماء كبيرة يعني كان لها دور في هذه الحسابات، هل ستطالهم هذه العقوبات التحقيقات؟ شكرا. مشكور بيوسف على السؤال. طبعا انا اعلم ان بعض المدارس الاجنبيه تتبع نظام تعليمي، ليس احنا نعرف المدارس الخاصه عندنا اتجاهين، في مدارس عربيه هي تطبق المنهج والنظام الكويتي، هناك مدارس تتبع نظام الامريكي او البريطاني او الفرنسي حسب. طبعا احنا نعلم من خلال الاخبار ان بريطانيا الوضع يزداد سوء، نسأل الله السلام الجميع، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية. فأنا أتصور أن إذا صار خلل هناك سيكون هناك نوعا ما يعني النظام بينهم، لكن احنا نتركها نشوف، احنا نقيم الوضع. هو طبعا كقرار سيادي منع الجميع، لكن لابد في معالجة لهذه الإشكالية إن صارت. طبعا خطة البعثات والجامعة كلها مرهونة بخطتنا الدراسية، قد تؤخر قد تؤجل، خصوصا قضية نشوف العالم، يعني قضية الابتعاث لكثير من دول العالم أكيد خريطة الابتعاث راح تتغير، شيء منطقي، لأن حتى الدول التي كانت تستقطب الطلبة لها حسابات أخرى. لكن هذا كل شيء مؤجل إلى أن إن شاء الله تزول هذه الأزمة بمشيئة الله. شكرا معك أخوي غانب. يعني أنا أمانة ما أحب أعلق على أي موضوع منظر أمام القضاء أو في جهات أمام النيابة أو جهات التحقيق، لكن أنا مضطر أرد على سؤالك عندما تقول لي في أحد متورط. أنا أؤكد لك مرة أخرى، لا يوجد أحد فوق القانون، الجميع سواسية، والتحقيق سوف يأخذ كل مجرى، في حال ثبت أي أحد سوف يتم تطبيق القانون بحذافيره بكل أمانة وبكل صدق.
فاسمح لي أني أنا ما أقدر أستكمل في الحديث أو استطراد في هذا الموضوع، لأن الموضوع أمام التحقيق ونكتفي في هذا. تفضل أخت مناير. مناير القلاف، تلفزيون الكويت. يعطيكم العافية معالي الوزير، وعانكم الله على هذه المسؤولية. السؤال اللي قاعد يشغل الشارع الكويتي، يعني لماذا لم يتم إنهاء العام الدراسي والاكتفاء فقط بدرجات الفصل الدراسي الأول؟ السؤال الثاني لك معالي الوزير، بالنسبة لرسوم المدارس الخاصة، هل كيف ستكون آلية الدفع بالنسبة للرسوم المتأخرة؟ هل ستكون مع بداية الفصل أم كيف؟ لنا أسئلة كثيرة تتبادر لأذهان أولياء الأمور. شكرا. شكرا. طبعا سؤال منطقي، لماذا لم يتم الانتهاء من الفصل الدراسي الأول؟ أقول بمنتهى أو بصريح العبارة، كان هناك من يرى أن نوقف العام الدراسي ونضرب الحاصل في اثنين ونشوف درجات الطالب. طبعا هذا راح يكون فيه ظلم كبير لبعض الطلبة. أعطيكم على سبيل المثال، ليس سرا، أنا عندي 38,000 طالب في الصف الثاني عشر الذي لم يحالفهم الحظ، يعني مساواة مادة قد تكون درجة يصل إلى 14,000. فأنا كأني حكمت على هذا الطالب أن خلاص منعت حرمته. إذن هذا السبب. السبب الثاني أيضا هناك غياب، يعني ما في تكافؤ فرص تعليمية، ما في تكافؤ فرص تعليمية. أنا أتيح لآخر، يعني مثلا واحد نسبة 70% كان يتطلع أن يحسن مستواه في الفصل الدراسي الثاني. الأهم من ذلك كله، إحنا ما وصلنا لهذا الخيار الصعب. هو خيار، وخيار قد خيار منطقي، ولكن الظروف اللي قاعدين نمر فيها إلى الآن، لاحظوا أن تدرجنا من أسبوعين، زدنا أسبوعين، الآن وصلنا إلى 4 شهور، وراح يكون في 15/7 تقرير مقدم لمجلس الوزراء من وزير التربية يقيم الوضع هل فعلا الظروف مواتية. إذن الخيارات كلها متاحة، نتدرج بالخيارات جميعها حتى نصل للقرار، القرار أو الخيار الحاسم. بالنسبة لرسوم المدارس الخاصة، كان أمس هناك اجتماع مع اتحاد المدارس الخاصة، وكان أيضا اجتماع مع بعض المدارس الخاصة. للأمانة وجدت منهم تفاهم، وجدت منهم يعني رغبة إيجابية، وأقولها صريح يعني أمام الملأ، متفهمين للظرف الاستثنائي المربين، بل كان هناك من يقدم يعني عرض خدمات كبيرة. يعني النظر المدارس الخاصة بالعكس، يعني ناس وطنيين، ناس لديهم حس وطني، متفهمين الظروف اللي مر فيها، بل بعضهم قال احنا نناقشك مع آل الوزير ولن نتكلم عن الرسوم، يهمنا الآن مصلحة الطلبة والجداول. فيمكن كانت رسالة، يمكن من خلال هذا اللقاء نوجه الشكر لهم أن قضية الرسوم هذه مؤجل حوار فيها إلى أن نشوف الظروف، وكل شيء يعني قابل للحوار وقابل. لكن أنا أمانة أنقلها منهم، أمس قعدت وياهم قال لم نتطرق معك للرسوم. علي. علي صنيدح من جريدة الجريدة. معالي الوزير، ذكرت أن عودة الاستئناف الدراسة راح يكون في 8 أغسطس إن شاء الله، بالإضافة إلى كما ذكرت قبل قليل أن وزير الصحة سوف يقدم تقرير في 15/7. وزير التربية. وزير الصحة سوف يقدم تقرير إلى مجلس الوزراء في 15/7 بالنسبة للوضع الصحي. لا، هو الوزير التربية هيقدم بناء على معطيات الوضع الصحي. وزير الصحة عفوا. العودة إلى تاريخ 8/8. استئناف الدراسة في 8/8 يطرح علينا سؤال، ألا وهو أن خروج الهيئة التدريسية أو سماح خروج الهيئة التدريسية قد يكون لبلاد أو دول مستوى فيها الرعاية يكون منخفض. هذا الأمر راح يفتح علينا أن احنا نرجع إلى المربع الأول، في أنه يكون الوباء قد يكون ما زال منتشر في أحد الدول بسبب انخفاض الرعاية الصحية. فهل هناك راح تكون ضوابط لعودة أعضاء الهيئة التدريسية؟ يعني قبلها مثلا بثلاث أسابيع، بشهر، هل سيبحث هذا الأمر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني في خصوص المستشفى الميداني، كم متوقع أن المستشفى، إنشاء المستشفى الميداني في أرض المعارض سوف يزيد من الطاقة أو الحد الأدنى للمنظومة الصحية، وهو يعطي ضمانة للدولة في مؤسساتها، كذلك الأمن الصحي للمواطنين. هل في ليفل معين أو حد معين راح يوصل له إنشاء هالمستشفى؟ وشكرا لكم.
شكرا يا أخي علي على السؤال. طبعا أكيد أن أي إنسان يدخل البلاد لابد من التأكد من لياقته الصحية أو ظروفه الصحية. فهناك أكيد هناك يعني في فحوصات مؤكدة. وبنفس الوقت أنا أكرر، لا يمكن أن نبدأ العام الدراسي أو نسمح لأحد أن يزاول العمل في التربية وهو غير لائق صحيا. فإحنا متشددين بهذه المسألة من أجل صحة أبنائنا وأيضا من صحة الزميل نفسه. يعني هم ترى إحنا بعد لا ننظر بس في أنفسنا، حتى الزميل المقدر المبجل اللي يحضر لنا أتهمنا صحته في الدرجة الأولى. هذا ما يخص الشق الأول. بالنسبة للمستشفى الميداني أكرر لك مرة أخرى، استعداد الحكومة لوضع جميع السيناريوز الخاصة في تطورات المرض وأحداثه ومؤشراته في المنطقة. لذلك إحنا عندما نتكلم عن الحكومة تعمل كفريق واحد، وزارة الصحة تعمل، الجيش يعمل، وزارة الداخلية تعمل، الدفاع المدني يعمل، فكان من المنطلق إضافة خدمات وزارة الصحة وإنشاء مستشفى ميداني. وإحنا نعرف أن وزارة الدفاع عندها القدرة وعندها التمكن وعندها القطاع الصحي المتميز في إنشاء قطاع ميداني كامل في أرض المعارض كمستشفى وكخطط احترازية. فنحن في الحكومة دائما نتوقع السيناريوهات القادمة والتحرز والمحاولة استقراء المستقبل. فلذلك وجب علينا في طلب دعم الجيش الكويتي المتميز في عمله وتدريباته في إنشاء عدد من الأسرة تحت إشراف وزارة الدفاع وتحت خدمات وزارة الدفاع. فالقصد من هذا الموضوع أخ علي هو إضافة وزارة الدفاع معنا في العمل ضمن الخطط القادمة، لأن مثل ما أنت عارف إحنا محتاجين كل الجهود الحكومية لتأمين الوطن والمواطن والمقيم في أي ظروف قد تحدث في المستقبل. مساء الخير، يعطيكم العافية على جهودكم الجبارة. معالي الوزير والحكومة كلها تعمل بفخر واعتزاز أمانة، شكرا على هذه الشفافية. معالي الوزير اليوم كنت شفاف مع الجميع أكثر من المؤتمرات السابقة، تشكر على هذه البادرة. لكن بسأل بخصوص، هل صحيح ما يتداول في بعض أكاونتات السوشيال ميديا عن صراع حاصل بين القطاع الخاص ووزارة التربية؟ وبالنسبة للسؤال الآخر بخصوص جامعة الكويت والطلبة في الجامعة والدراسات العليا، شو راح يتم التصرف معهم؟ وشكرا. طبعا الحقيقة يمكن المؤتمرات السابقة، لكل مؤتمر ظروفه. احنا المؤتمرات السابقة كنا في فترة صنع القرار، صنع القرار يحتاج إلى تروي الرأي قبل شجاعة الشجعان يقول المتنبي. وإذا لم تبني قرار يجب أن أكون معطيات فكرية وثقافية ومنطقية بالدرجة الأولى. لذلك لاحظ أن إحنا مرينا بسلسلة حتى نصل لهذا القرار. وأقول قد اتهمنا بعض بالصمت والابتعاد عن الأضواء، مو صحيح الكلام هذا. في إحنا التقينا في السيد رئيس مجلس الأمة بمعية سمو رئيس الوزراء وكوكبة من الأعضاء مجلس الأمة. بعد اجتمعنا أيضا مع اللجنة التعليمية، ولهم التقدير الشكر الكبير اللجنة التعليمية الذين في مجلس الأمة كان لهم الدعم الكبير. يعني حتى رئيس اللجنة الدكتور عودة روعي كان له تصريح جميل، قال إحنا قد سنلتقي بوزير التربية نعطيه الآراء والأفكار ولا نملي، شوف الشفافية وين واصلة معنا. وبعدها أيضا التقينا مع وزراء سابقين متخصصين، وجه المتحية وكوكبة أيضا أخرى من الخبراء. التقينا أيضا في الميدان التربوي، التقينا أيضا في الجامعة والتطبيقي، كل هذه الجهات التقينا فيها. وأيضا تواصلت مع كثير من يمكن الزملاء في مجال التربية، إن كان على مستوى كلية التربية الأساسية أو حتى جامعة الكويت. ومن ثم نقلنا التصور إلى اللجنة الوزارية المصقرة. هذا المنطق وتسلسل في صنع القرار السياسي ليس ارتجالي، هو قرار لا يمسك أنت شخص كوزير، هذا يمس تاريخ، يمس منعطف تاريخي في دولة الكويت. ومن ثم تم نقاش في مجلس الوزراء واتخذنا الرؤية بهذا الشكل. فهذا جانب. قضية الصراع، لا والله ماكو صراع، وأقول أشهد الله على ما أقول. يعني ليس هناك صراع بين القطاع الخاص ووزارة التربية، بل بالعكس هذه الفترة لم نجد منهم إلا الدعم والمساندة في كل الأشياء الكثيرة. قد نختلف في وجهة النظر وهذا شيء منطقي،
ولكن مرحلة الصراع، الصراع تطاحن، الصراع في قسوة، في إفناء أو إقصاء أو إلغاء للآخر، ولم يمارس هذا الدور، بل وجدنا ناس وطنيين يتفهمون، قد نختل في بعض الأمور، خصوصا أن المدارس الخاصة لها طبيعة، كل مدرسة، هناك مدارس ينتهي العام الدراسي في نهاية مارس، فتختلف عن المدارس التي تتبع النظم، المدارس تختلف الدول العربية، لكن والله أؤكد وأشهد الله على ما أقول أن هذا لم يحدث. بالنسبة للجامعة أيضا، يعني التقيت مع الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وأيضا أمين عام مجلس الجامعات الخاصة، وكانت اتفاقنا معهم أن الفصل المتبقي الآن من الجامعة يستكمل في فترة لاحقة، راح تكون إن شاء الله بداية 8، وهذا أنا أتركها للأمانة، صح أنا رئيس الأعلى لمجلس الجامعة، لكن أؤمن ب لا مركزية بالعمل، وأؤمن هذا عمل فني بحت يقوم به، لكن كان اتفاقنا أن إمكانية استكمال الفصل الدراسي هذا طبعا لن يكون هناك حسب المعطيات فصل دراسي صيفي، وقد يكون بدايتهم في أكتوبر أو نهاية أكتوبر كسنة دراسية جديدة. أيضا الجميل يوجه لي الجامعة الكويت وأيضا الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، قدموا مبادرات خصوصا ما يتعلق في طلبة الطب وما يتعلق في هيئات التمريض، طبعا دعمهم لوزارة الصحة وأيضا الطلب المشاركة في أي خدمات صحية. إذا الروح الوطنية الحمد لله عالية لدى الجميع، التناسق موجود إن كان على مستوى الحكومي أو على مستوى الأهلي أو الخاص، فكلنا بالأخير يعني نحمل حب هذا البلد، وليس فضل ومنا من أحد، الفضل الله سبحانه وتعالى الذي جعلنا في هذه الظروف حتى نوفر خبرات. لا أقصد أنا بذاتي المجردة، ولكن أقصد كل من هو مسؤول في الكويت في أي مستوى من المستويات في كل موظف، فأعتقد هذه فرصة أن نوحد صفوفنا يعني ونرتقي إن شاء الله، وإحنا دائما راقين بيمكن أفكارنا وسلوكنا. تفضل. أنا آخر سؤال. آخر سؤال. اثنين. عندي ولا عندك؟ السلام عليكم. عليكم. بدر فايد الطشة من قناة صباح. معالي الوزير، سؤالي هل تأجل موضوع إعلان حظر التجول أم ترى الحكومة أنه ليس هناك حاجة في الوقت الحالي؟ لأن إحنا قاعد نشوف ما شاء الله تبارك الرحمن شوارع مليانة. وبخصوص السؤال الثاني، السؤال الثاني العالم كله سبقنا على الدراسة عن بعد، فهل الآن الأوان تطبقون هذا الأمر في الوقت الحالي؟ طبعا التعليم الإلكتروني والدراسة عن بعد هذه كلها خيارات متاحة، وزارة التربية للأمانة وليس سرا نعمل جاهدين، منذ انطلقنا من 26 فبراير بدأت يعني فترة التعطيل أو النية، فقاعدين نشتغل على هذا. وأيضا يمكن أنت ذكرت إن الشيء بالشيء يذكر، يعني مبادرة كريمة وجميلة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أرسلوا يعني خطاب رسمي أن يطلبون لي أن يكون هناك اجتماع للأمانة، لديهم يعني بنية تحتية كبيرة خاصة في هذا الجانب، ولديهم إمكانيات عالية، أبدوا جميع يعني هو رسالة وجهها للمدير العام أستاذنا الكبير دكتور عدنان شهاب الدين والدكتور سالم الحجر وجميع القائمين للأمانة. فراح يكون إن شاء الله احنا بدأنا في المشوار، قاعدين نجهز استوديو لتصوير استكمال قناة الفضائية، وإن شاء الله يوم السبت، على ليس سرا يوم السبت إن شاء الله 10 صباحا راح يكون اجتماع معهم حتى نضع تصور كامل وخطة كاملة للتعليم عن بعد، وخصوصا أن نتجه أن إذا بدأنا إن شاء الله، تعرف أن غطاء الطلبة هذه الفترة عن الدراسة لابد يكون معززات، وهناك أيضا نوع من المحفزات أو التدعيم أو الإثراء بالمنطق التربوي، هناك إثراء، فستكون هناك مناهج مكيفة تكييف بشكل مناسب الفترة هذه، وننظر حتى للأبعاد النفسية والاجتماعية لطلبتنا، وهذا يؤدي لدور أيضا الخدمة النفسية والاجتماعية. أيضا راح يكون التعليم الإلكتروني وراح يكون عند القناة الفضائية كلها تساعدنا بالأخير نوصل إلى أن حققنا أهدافنا التربوية، حافظنا على صحة أبنائنا، وأنا أكرر حسب الظروف المتاحة اللي احنا ماشيين فيها. الثالثة أعتقد فواز أنت. بالنسبة للشق الأول من سؤالك بشأن حظر التجول، خلني أؤكد لك مرة أخرى، الحكومة جادة باتخاذ كافة الخطوات، وإحنا من البداية الأزمة اتخذنا خطوات جريئة وسبقنا دول، عدة دول خطوات غير مسبوقة في اتخاذها. بالنسبة لحظر التجول هو خيار قائم ومطروح، وعندما ترى السلطات الصحية أن هذا القرار يجب تطبيقه على أرض الواقع سوف يتم اتخاذه، وجاري دراسة كافة جوانبه.
وإذا تلاحظ تدرج الحكومة في اتخاذ قراراتها، بالأمس صدر قرار من معالي وزير الصحة الدكتور باسل الصباح بشأن التجمعات والأعراس والحفلات والدواوين. احنا بالنهاية شنو نطلب من هذه الإجراءات والسلسلة هذه الإجراءات؟ هو الحد من هذه التجمعات. بالنهاية سواء فرضنا الحظر أو فرضنا التجمعات أو هذه القرارات، يعني إلى اليوم نسمع أن هناك ما زالت دواوين مستمرة. يا جماعة مو هذا المطلوب. احنا قاعدين نكرر ونقول من بداية الأزمة، تكلمنا بالعامية، تكلمنا في كل الطرق، انتقال المرض أو الفيروس من الالتقاء والمخالطات، فكفنا من هذه الالتقاء. إذا شهدنا أن الأرقام وعدم تجاوب من بعض المواطنين وبعض المقيمين، نعم سوف يتم اتخاذ هذا القرار، وهناك نقاش بدأ بالتوقيت التاريخ، ولكن هذا يتم من خلال السلطات الصحية ومدى انتشاره في دولة الكويت. نأمل من أهلنا في الكويت من خلالكم، من خلال الشاشة، أرجوكم ساعدونا، أرجوكم ساعدونا لنقف ضد هذه التجمعات. هذه التجمعات هي من تساهم في انتشار هذه وتصبح بؤرة الانتشار. إلى الآن العالم مو عارف كيف ينتشر المرض. أنتم قاعد تشوفون أوروبا، بريطانيا اليوم، فرنسا، إيطاليا، وهذا يعرض السلطات الصحية للإنهاك. فعندما ينتشر هذا المرض وكيفية انتشاره ما حد يعرفه. كل يوم قاعد نقرأ تقارير صحية منتشرة من أعرق الجامعات، من هارفارد، قاعد نسمع من كامبريدج، جامعة جون هوبكنز، كلنا قاعد نطلع عليها في الفرق الحكومية ونطلع فيها. حظر التجول خيار مطروح للحكومة وسيتم اتخاذه في حال عدم الالتزام المواطنين والمقيمين. فلذلك ندعو الجميع، نحن نتدرج في قراراتنا، ندعو الجميع مرة أخرى إلى الاهتمام في السلطات الصحية وإرشاداتها والالتزام الكامل. إلى الآن يا جماعة هذا المرض ما له دواء، وهذا المرض حديث، ثلاث أشهر عمره، ولا حد عارف في الدنيا، قاعد في العالم كله قاعد يقول لك ترى أنا عارف أسيطر عليه، ما حد يقدر يسيطر عليه. ناخذ السؤال الأخير، تفضل. سؤال عندي يا بابا، انا لاحظت سؤال. محمد الكندري، وكالة الأنباء الكويتية كونع. مع الوزير ذكر ان بالنسبه لطلبة الصف 12 عفوا يستأنفون الدوام في تاريخ كم؟ 8/8 ان شاء الله. 8/8 عفوا يصادف يوم السبت. الصف 12 4/8 راح يكون يوم الثلاثاء، واحسب بعده، لان احنا ابعدنا 4، لان احتمال يكون العيد في اول 8. شكرا، بس شنو الملاحظه هذه؟ شكرا. السؤال نشكركم وان شاء الله نلتقي عن قريب ان شاء الله. يعطيكم العافيه، الف شكر للجميع. يعطيكم العافيه. شكرا معالي. يعطيكم العافيه شباب. نعم مشاهدينا، كنا في نقل مباشر لمتابعة المؤتمر الصحفي الذي يعقده مجلس الوزراء للحديث عن آخر مستجدات كورونا، المستجد كوفيد-19. نشكر لكم طيب المتابعة ونلقاكم في نشرة التاسعة. كونوا معنا.